مشروع الري من الملفات اللي حصل فيها تطوير كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا مع اهتمام الدولة بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استهلاك المياه، وده بالإضافة لمشروعات إعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية، وطبعا تجميع مياه السيول والأمطار من المحرات في خزانات، وغيرها من المشروعات الكتير اللي حصلت. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الأمر وإزاي الدولة أدارت ملف الري، من المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. يا باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك. منذ أن انطلق هذا المشروع، المشروع القومي لتبطين للترع، عايزين نعرف إحنا وصلنا فيه لحد فين وأهمية هذا المشروع. مشروع تأهيل الترع بالحقيقة طبعا بيعتبر من أبرز وأكبر المشروعات اللي تم تنفيذها في مجال تطوير المنظومة المائية. تم خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه. جاري حاليا العمل على تأهيل 3100 كيلو أخرى بتكلفة 10 مليار جنيه، وكمان جاري طرح حوالي 1500 جديدة بتأكيد 7 مليار جنيه. طبعا المشروع دوت يعني له مميزات عديدة، بيمكن الترع ان هي تستعيد وظيفتها المطلوبة منها، وهي توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين على نفس الترعة، وتوصيل المياه لنهايات الترع. كان في ترع كتيرة بتشتكي المزارعين بالذات في نهاية الترع ان المياه مش بتوصل لهم بسبب ان القطاع المائي متهايل، او القطاع مليء بالحشائش او بالمخلفات او غيره، وده كان بيمثل طبعا عائق ومشكلة كبيرة للعديد من المزارعين. طبعا تأهيل الترع كان له دور كبير جدا في استعادة القطاع المائي وفي حسم هذه المشكلة وتوفير المية بعدالة لكل مزارع، فبقاش في فرق بين المزارع اللي أول الترعة وآخر الترعة، والاتنين بياكلوا مية وبيصدروا مية زي بعض. حتى يمكن في أراضي في نهايات الترع القيمة السوقية بتاعتها زادت، يعني كان زمان الأرض اللي في آخر الترع بتكون أرخص عشان فيها مشكلة ري، لكن لما الترعة بتتأهل تبقى المية في أول الترعة زي آخر الترعة، القيمة السوقية للأراضي اللي في آخر الترعة بقت مرتفعة زيها زي أول الترعة، ودي كلها من ضمن المكاسب اللي اتحققت مع مشروع تأهيل الترع. احنا عارفين إن في قرى وصل لها مشروع تبطين الترع، وفي لسه قرى في المراحل القادمة، لكن هل في محافظات وصل لها ومحافظات لأ؟ لا لا، هو العمل في جميع المحافظات، هي كده الأولوية مش بالمحافظة ولكن الأولوية بمدى احتياج الترع للتأهيل. يعني احنا كنا ابتدينا بالترع المحتاجة للتأهيل الأول اللي هي الأكثر تضررا اللي وضعها أسوأ، وبننتقل إلى اللي حالتهم أحسن بعد كده وفي احتياج للتأهيل، ولكن مش الأولوية للمحافظات ولكن لاحتياج الترع للتأهيل. عظيم. باشمهندس محمد، زي ما حضرتك ذكرت انه الارض اللي كانت في نهايه الترع كمان مش بس كان سعرها بيكون رخيص نتيجه ان الميه ما بتوصلهاش، كان في كمان خلافات وخناقات كانت بتدور دايما بين المزارعين، لا انا اللي هروي الاول، لا انا ده كان بيحصل اعتقد وكان بيسبب مشاكل كبيره جدا. لكن احنا دلوقتي بهذا المشروع اولا بتطهير مياه الترع، ودي لازم نركز عليها لان بيكون فيها حشائش كتيره جدا، وهذه الحشائش بيكون موجود فيها حشرات بتؤثر بشكل كبير جدا على المحاصيل الزراعيه، وفي نفس الوقت التبطين للحفاظ على كل نقطة مية. ما هو ده الدور اللي الوزارة بتقوم بيه في مجال تطهير الترع. احنا شغالين على بعدين، بعد بيتمثل في تطهير الترع والبعد الاخر هو تأهيل الترع. اعمال التطهير احنا في عندنا 333 حوالي 33000 كيلو متر من الترع، وايضا 22000 كيلو متر من المصارف. شبكة ضخمة جدا بيتم تطهيرها بالكامل سنويا، ويمكن في بعض الترع بيتم تطهيرها مرتين إن احتاج الأمر للتطهير أكثر من مرة طبقا لحالة الترع نفسها، ولكن أعمال التطهير دي بتتم لجميع شبكة الترع والمصارف في كل أنحاء الوادي والدلتا علشان نضمن إن شبكة الترع والمصارف بالكامل قادرة على إمرار التصرفات المائية لكل المزارعين. تمام، لكن أعتقد أنه بعد التبطين
ما بنحتاجش بقى لعمال التطهير خلاص، بنوفر حتى الفلوس اللي كانت بتنفق على ده. التطهير لا مش هيكون في الحشائش او التطهير بالشكل اللي احنا بنشوفه في الترع الغير مؤهله، لكن طبعا ممكن يكون في بعض اعمال النظافه البسيطه وازاله بعض المخلفات اللي للاسف ممكن بعض المواطنين بيرموها، ولكن طبعا مش هتكون زي اعمال التطهير الضخمه اللي بتتم للترع الغير مؤهله. القيمة السوقية للأراضي اللي وصل لها أو اللي حصل حواليها تبطين للترع أعتقد حضرتك قلت إنها ارتفعت بشدة، إزاي بقى نقدر نقول إن بعد لما حصل تبطين للترع في رقعة زراعية زادت بعد تبطين الترع؟ طبعا في أراضي يعني على سبيل المثال في الفيوم وغيرها كانت المية مش بتوصل لها أصلا، يمكن من 10-15 سنة كانت أراضي بور المزارعين سابوها لأن المية مش بتوصل. الترع هلا الميه توصل لنهايه الترعه توصل لهذه الاراضي، وبالتالي بعض الاراضي البور اللي ما كانتش بتتزرع بقت بتتزرع، ودوت مكسب كبير الحقيقه يضاف الى المكاسب الاخرى لاعمال تاجيل الترع. اكيد. طيب هل عندنا خطه يا فندم للاستفاده من مياه الامطار واحنا عارفين هي قليله في مصر؟ طبعا احنا عندنا مشروعات كتير، احنا في خلال السنوات الماضيه تم تنفيذ اكثر من 1600 منشأ للحمايه من اخطار السيول، واحنا هنا بنتكلم على تحقيق هدفين في نفس الوقت، انا بعمل منشآت للحمايه من اخطار السيول بتحمي المواطنين وبتحمي البنيه التحتيه وبتحمي المنشآت من الاخطار التدميريه للسيول، وفي نفس الوقت بتقدر تحصد كميات من مياه الامطار في هذه المنشآت اللي بتبقى عباره عن سدود وبحيرات صناعيه بتتجمع فيها هذه الميه. يمكن ميزه هذه المنشآت ان هي موجوده في مناطق صحراويه، فالتجمعات البدويه الموجوده في هذه المناطق بتقدر تستفيد من هذه الكميه من الميه في هذه البحيرات الصناعيه، سواء من خلال الاستخدام المباشر من سطح البحيره لاحتياجات الشرب واحتياجات الرعي وخلافه، او من خلال انه بيحصل ترشيح طبيعي من قاع هذه البحيرات الصناعيه، الميه بتنزل بشكل طبيعي بتغذي الخزانات الجوفيه الموجوده اسفل هذه البحيرات، والاهالينا من خلال بعض الابار السطحيه القصيره يقدروا ان هم يرفعوا هذه الميه مره ثانيه ويستخدموها. وجود مصادر الميه سواء من البحيره نفسها او من الابار الجوفيه بيحقق قدر كبير من الاستدامه والاستقرار لاهالينا البدو في المناطق اللي بيتواجدوا فيها. عظيم جدا. باشمهندس محمد، لفتره من الفترات كان في تجاوز على الاراضي الزراعيه، وده دفع الدوله مرغمه ان هي تتحرك نحو صحراء الاستصلاح اراضي جديده كلفتنا مليارات الجنيهات. لكن مع ده الناس برضو حابه تعرف احنا وفرنا المياه ازاي لهذه المشروعات الكبيره اللي هنتكلم عن الدلتا الجديده مستقبل مصر وتوشكا. هو الحقيقه احنا يمكن عندنا تحدي كبير جدا في مصر كلنا بنبقى عارفينه، وهو تحدي محدوديه الموارد المائيه. احنا مواردنا المائيه محدوده، ما عندناش رفاهيه ان احنا نتوسع على هذه المياه المحدوده، وعشان كده التوجه هو التوسع على مياه المعاد استخدامها، مياه الصرف الزراعي اللي بيتم اعاده استخدامها. وطبعا احنا عندنا هنا مجموعه من المشروعات الكبرى اللي يمكن الكل شايفها وعارفها، مشروعات معالجه المياه في بحر البقر، معالجه المياه في الحمام، مشروع المحسمه، مشروعات كبيره. احنا بنتكلم هنا عن مشروعات هي الاكبر على مستوى العالم، بتاخد بحر البقر بتاخد 5.6 مليون متر مكعب، وهي المحطه الاكبر على مستوى العالم، ودخلت مشروع جينيس باعتبارها الاكبر. ايضا محطه الحمام الجاري انشائها، ودي اكبر حتى من شط بحر البقر، بتلقت 7.5 مليون متر مكعب، ودي هتكون هي الاكبر فورا نحوها باذن الله. في عندنا مشروع المحسمه بمليون متر مكعب في اليوم. هي مشروعات كثيره وعديده غير اعمال اعاده الاستخدام اللي بتتم على امتداد شبكه الترع والمصارف على امتداد الوادي والدلتا، عمليه اعاده استخدام وتدوير مستمره لمياه الصرف الزراعي 3 و4 و5 مرات لحد ما بنوصل لنهايه شبكه الصرف الزراعي، وبناخد المياه دي بنعالجها في بحر البقر والحمام والمحسمه. فيعني احنا بنستفيد بكل نقطه ميه، صحيح، بنستغل كل نقطه ميه لاقصى درجه علشان نقدر نعمل التوسعات الزراعيه اللي احنا بنستهدفها. شكرا جزيلا يا فندم المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري.